السيدات والسادة، مساء الخير. المصريون على اختلاف ثقافاتهم ودياناتهم وتوجهاتهم الفكرية ووضعهم الاجتماعي يعشقون الفن ويحبون الحياة. وفي كل جيل وكل عصر دائما ما تظهر شخصيات فذة تأخذ على عاتقها مهمة نشر ثقافة الفن والجمال في حياتنا. من هؤلاء ضيفنا اليوم، شخصية سكندرية غير عادية جمعت بين التدين الذي وصل إلى حد دراسة اللاهوت والانخراط في السلك الكنسي وبين حب الفن والموسيقى إلى درجة أن أصبح واحداً من أهم صناع الثقافة السينمائية في بلادنا. في حديثنا اليوم نسأله عن تجربته المثيرة في الجمع بين الدين والفن، وكيف استطاع أن يكمل مشوار واحد من أهم وأقدم المهرجانات السينمائية المصرية، عن العلاقة الإيجابية الجميلة بين الفن والدين، وكيف يكون الاثنان في خدمة الناس وقضايا المجتمع. حديثنا اليوم من مصر، أهلا بكم.